ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله محاكي اكل الشارع. قبل ما نبدا يا جدعان، نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونحط بقى اللايك الجميل بتاعنا، ويلا بينا. النهارده يا جدعان جمعت 239 مليون، واخر مره تقريبا سواريز كان طالب مني 10 مخدات، ويا رب ما الفلوس دي كلها تخلص النهارده على المخدات بس. فيلا بينا على طول نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض ان سواريز المره اللي فاتت قال لي عشان ارتاح واعرف اخلص لك المحل واخلص لك ورق المحل، فطلب مني 10 مخدات، هينام على 10 مخدات تقريبا، هيفرشهم كلهم وينام عليهم. المهم خلونا قبل ما الفلوس يا جدعان تتصرف مني نطور شويه حاجات. بسم الله، المفروض ان احنا كنا وقفنا اخر مره تقريبا، كنا خلصنا التطويره بتاعه العربيه، فاضل الغاز، خلونا نطوره لاخر ليفل يا جدعان على طول. بسم الله، المفروض دلوقتي ان الليفل اللي جاي محتاج 18 مليون 750 الف، ودي فرصه دلوقتي ان انا اشتري الحاجات ديت. بسم الله الرحمن الرحيم، كده خلاص يا جدعان، خلصنا الغاز اللي في العربيه تقريبا، خلاص دلوقتي العربيه بقت مليانه غاز على الاخر. حلو، في شويه دبان هنا، ثواني كده اما نصبح على عم باكسو. عم باكسو صباح الفل. طبعا عم باكسو يا جدعان ما بينامش خالص ولا بيتحرك من هنا خالص، انا فحته الايام اللي فاتت دي كلها. حلو، المفروض ان في دبان وفي زباين برده معفنه. مش انا قلت لكم قبل كده ما تنزلوش لما تستحموا من البيت زباين معفنه؟ خلونا نجيب شويه بخور يا جدعان عشان خاطر الزباين المعفنه ديت. ممكن نحط بخور هنا مثلا، تمام، ونشغله ونحط هنا بخور مثلا ونشغله. حلو، في هنا بخور، في هنا بخور، في كل مكان. ممكن نحط واحده هنا في النص، مفيش مشكله، تمام. طيب دلوقتي يا جدعان خلاص طورنا الغاز اللي في العربيه، خلونا بقى نطور الروبوت لاخر حاجه. المفروض ان في حد قال لي في الكومنتات ان انت لما هتطور هياخد المشروبات يديها تلقاء للزباين، مش عارف ازاي. خلونا نطوره، المفروض ان التطويره اللي جايه ب 22 مليون ونص، التطويره اللي بعد كده يا جدعان ب 33 مليون 750 الف. كده خلاص طورناه لاخر حاجه، خلونا نشوف بقى هياخد المشروبات ازاي. ايه ده؟ مفيش اي حاجه حصلت يا صاحبي، صاحبي مفيش اي حاجه حصلت. صرفت الفلوس على الارض كده. هو المفروض دلوقتي ان هو بقى بيشيل 75. حلو، المفروض ان انا كنت حاطط فيه تقريبا شاي، خلونا كده نملاه اي حاجه، تمام. الفلوس خلصت يا جدعان، معايا 164 مليون. ايه ده؟ الفلوس خلصت بسرعه قوي. خلونا كده نروح للمحل الغالي اللي هناك ده، اللي انا بشتري منه كتب لعم باكسو يقرا فيها ويذاكر فيها عشان يتعلم الطبخ. المفروض ان التطويره الجايه لعم باكسو او السرعه بتاعته في الطبخ ب 37 مليون ونص، خلونا نطورها مفيش مشكله. المفروض ان دلوقتي بقى سريع شويه، دي بقى ب 45 مليون، كفايه عليا كده. المفروض دمت يكفوا بقى شويه المخدات اللي عاوزهم سواريز. المفروض ان احنا نروح للمكان بتاع الاركيد، نحاول نطلع المخدات، وفي نفس الوقت يا جدعان عايزين نطلع الصندوقين بتوع الهدايا الفاضيين اللي محتاجهم مستر اكس. وخلونا كده نبص هنا، ايه ده؟ ايه ده؟ الناس دي ما كانتش موجوده. طب الراجل ده كان موجود ولغايه دلوقتي ما قابلتوش اصلا. طب الناس دي مين بقى؟ يعني في ثلاثه ظهروا جداد. ايه يا جدعان، هو في ايه؟ المدينه كلها عامله حفل عليا ولا ايه؟ خلونا دلوقتي نشتري المفرقعات ديت، انا كنت شاري شويه. حلو، المفروض ان دي بتزود الوقت، تمام، عشان نجري الوقت يا جدعان، عشان نقدر نخش المكان بتاع الاركيد. حلو، ايه ده؟ في ايه؟ طيب دلوقتي لسه الساعة 16 ونص، لا لسه بدري. خلونا كده بس نحط الحاجات اللي معانا ديت، ناخد دولك كمان معانا، ماشي. انا كنت شاري تقريبا خمسة، فاضل كده اتنين. حلو، حطهم هنا، تمام، ونحط الغاز ده لعم باكسو. ايه ده؟ الانبوبة اتغيرت هنا. شكلها اتغير. يلا عم باكسو مدلعك على الاخر اهو، العربية بتاعتك اتطورت على الاخر. انت كده اظن مش محتاج مني حاجة تاني. المفروض دلوقتي ان هو محتاج تقريبا مكونات، نحط له مكونات. حلو، شويه كفته كده على شويه خس وجرجير، شويه كاتشب وشطه. حلو، وتقريبا ده اندومي، نزود له شويه اندومي. والمفروض ان في حاجات معانا تحت بس لسه ما فتحتهاش لغايه دلوقتي. خلونا بقى دلوقتي على طول يا جدعان نروح للمكان بتاع الاركيد، نحاول نلعب على الاجهزه ديت ونطلع المخدات اللي محتاجها سواريز، ويا رب نطلعها من اول مرتين او ثلاثه كده يعني على طول، عشان ما نصرفش بالفلوس اللي باقي عشان نطور بقى عم باكسو. السلام عليكم. المفروض دلوقتي ان المخدات تقريبا بتطلع من هنا، خلونا بقى نلف عليها شويه. المفروض ان اللفه بنص مليون. يا الله، لفه يا باشا، بسم الله يا رب تطلع من اول مره. ما طلعتش، اللي بعده طلع لي ساعه. خش على اللي بعده يا باشا. ايوه، يا مسهل الحال يا رب، يا مسهل. طلعت، طلعت. المفروض تقريبا ان انا طلعت المره اللي فاتت تقريبا ثلاثه، مش فاكر بالظبط طلعت كام، تقريبا ثلاثه. حلو، ادي واحده كمان كده، الرابعه. المفروض ان مطلوب مننا 10. حلو، يا مسهل الحال يا رب، يا مسهل الحال. طلع لنا بذور كفته. لا يا باشا مش عايز البتاع دي دلوقتي. طلع لي تقريبا الورده ديت، مش عايزها برضه. اهم حاجه دلوقتي نركز على المخده، يا مسهل.
دي ايه دي بقى؟ تقريبا دي بذور غريبه دي، ولا دي ايه بالظبط يا جدعان اللي طلعت لي دي؟ حلو، ايه ده بقت سريعه، انا حاسس انها بقت سريعه. حلو يلا ماشي حلوه دي تطلع. لسه ايه ده، ما طلعليش حاجه خالص، ايه القرف ده؟ مش بقول لكم يا جدعان هنخلص الفلوس النهارده على المكان ده، بس خلونا بقى شويه هنا في المكان ده لغايه لما نطلع المخدات اللي عايزها سواريز دي. مش عارف دي ايه بالظبط اللي بتطلع لي دي، تقريبا دي بذور او حاجه او زرعه برضه. وايه ده، انا معايا هنا ايد هون وحاجات غريبه، شكلها مش تطلع بسهوله. المحل دلوقتي هيتملى هدايا يا جدعان جوه. بسم الله، يا رب يا رب تطلع يا رب تطلع. ها لسه برضه في دروب بنزل لي على فكره كمان. ساعه، لا يا عم انا مش عايز الساعه يا عم. طب ايه، نكسر النحس طيب اطلع اشتغل على جهاز تاني طيب، ولا اعمل ايه؟ لا ثواني بقى كده، نطلع بقى من الجهاز ده لاني شكل كده هخسر الفلوس اللي معايا كلها. ممكن نروح نشوف الصناديق الفاضيه، المفروض ان دي الهدايا اللي طلعت لي من الجهاز. حلو، خلونا نشوف الجهاز ده. بسم الله الرحمن الرحيم، المفروض ان احنا محتاجين الصندوق ده، محتاجين منه 2 بس، ففرصه ان هو يطلع ان شاء الله، يا دي القرف، ففرصه ان هو ما يطلعش خالص فرصه كبيره جدا بصراحه، هو مش هيطلع اصلا خالص. يا مسهل الحال يا رب. 750,000. لا بسرعه بقى، خف بسرعه. طلع، خساره. بعدين بقى مفيش حد بيبيعهم في المدينه طيب؟ يا الله، يا رب يطلع يا رب. طلع يا ابن اللذ، ايه ده برتقانه دي ولا ايه؟ يا رب يطلع بقى، الفلوس اللي معايا بتخلص. شد حيلك يا عم باكس، عايزين فلوس. ايه ده، طلع لي حاجه حلوه تقريبا. ايه ده، طلع لي مبنى ده ولا ايه؟ اهو اهو تحت اهو. هيطلع امتى طيب؟ يعني انا عايز اعرف هيطلع امتى. اهو طلع واحد يا جدعان، طلع واحد. طيب عايزين واحد كمان بقى، بالله عليك بالله عليك طلعه لي من اول مره، والنبي عشان خاطري، عشان خاطر والنبي، مش عايز اصرف فلوس كتير في المكان ده والنبي. يا عم ده يا عم. بتعملها في وشي كده عادي طيب؟ يعني يا ده القرف، لا اله الا الله. ماشي، هيطلع ولا ايه؟ الفلوس بتخلص يا جدعان، انا دلوقتي معايا 106 مليون. حلو، ها يلا يلا، جاي اهو جاي يا، اقفي هنا بقى هنا. يا عم اطلع بقى يا عم بقى، بالله عليك يا عم، انا اطلع لي المبنى ده تاني يا عم. انا نفسي اطلع لي العربيه دي بصراحه، شكلها حلو. دي ميداليه دي ولا ايه؟ عربيه ميداليه. وفي تقريبا هنا حوت تقريبا او قرش. انا مش عارف اصلا مستر اكس ده محتاج الصندوق ده يعمل بيه ايه، تقريبا هيهادي بيه حد او حاجه زي كده، انا مش عارف هو محتاجه في ايه اصلا يعني. بصراحه الحاجات كتير قوي يعني، اقف هنا بقى. هي هي. طيب ايه يا جدعان، نكسر حظ نروح على المكان التاني طيب. يلا، لا بقول لكم ايه، نروح على المكان. طب ثواني كده اما نشوف الجهاز ده، الجهاز ده بيطلع ايه؟ لا ده بيطلع بذور، انا مش محتاج منه حاجه ده. طب الجهاز اللي هناك ده بيطلع ايه برضه؟ خلونا نبص عليه برضه بصه كده، برضه بيطلع بذور. لا مش محتاج الجهاز ده، خلونا نلعب على الجهاز ده شويه يا جدعان، نكسر حظ برضه. يا مسهل الحال يا رب. ها المخده بقى، المخده. اهي المخده طلعت اهي، الحمد لله الحمد لله. اظبط بقى اظبط، كله قصاد بعضه. الله، واحدة كمان بقى، واحدة كمان بقى، ورا بعضهم كده على طول. ها؟ هتطلع امتى المخدة دي؟ يا رب. طلعت ساعة برضو. حلوة دي يا جدعان، طلع لي 600,000. حلو ماشي، يلا ماشي مش مهم. المشكلة إن اللفة أصلاً ب 500,000، يعني فرقت إيه يعني؟ تمام، دي برضه انا عايز اجربها، تقريبا حاجه بتتزرع او حاجه زي كده. طيب الظاهر كده ان انا هبات هنا في المكان ده، مش هطلع منه خالص. ها يا رب، طلع لي بطه. انتوا فرحانين على ايه؟ انا مش فاهم، انا ده بطه يعني، مش حوار يعني. تقريبا يا جدعان اللفات بقت اسرع من الاول، انا ملاحظ كده. طيب خلونا بقى نشد على السريع ده. بسم الله. ها ها يا عم سورس، بالله عليك، ايه ده، طلع لي بطه كبيره على فكره، وفرحانين قوي بيها. انا مش فاهم ليه يا عم سوارس محتاج النوع ده بالذات من المخدات، يعني مش فاهم يعني. هتطلع امتى يا جدعان المخده دي يا جدعان؟ ده احنا ممكن نقعد هنا ساعه تقريبا. ها
ايوه اهي هتطلع هتطلع. طلعت يا جدعان، طلعت طلعت طلعت. الله الله، تقريبا كده احنا طلعنا دلوقتي ثلاثة ومعانا كمان ثلاثة، يبقى فاضل أربعة بس. يا مسهل الحال. طيب نكسر حظ بقى على طول. تقريبا دلوقتي طلعنا ثلاثة، خلوهم بس على جنب كده، نرتبهم هنا عشان الدنيا بس ما تضيعش مني. ادي واحد اتنين، في واحدة هنا، ادي الثالثة، وتقريبا عند عم سوارس ثلاثة. يعني انا دلوقتي طلعت ست. خلونا كده نجرب على الجهاز ده، عايزين نطلع الصندوق بتاع الهدايا ده. طيب اروح انام ساعتين بقى على ما هو يطلع لي الصندوق بتاع الهدايا ده. اهو طلع، خلاص خلاص، مش عايز حاجه، مش عايز حاجه. طلع يا جدعان، والله العظيم طلع. الحظ يا جدعان اتفك، طلع اخيرا طلع. طيب هو فين بقى؟ ايوه ادي واحد. الله فين التاني؟ التاني بسرعه اهو تحت اهو مستخبي. انتوا مخبينه تحت كده ليه؟ انتوا مش عايزين تسلموا لي؟ ايه الحاجات الكتيره دي؟ ايوه الله اخيرا جمعتهم. ارمي البخور ده يا باشا، مش عايزه. خدوا البخور ده، مش عايزين، مش عايزه هنا معايا. خد يا باشا البخور ده، خده شغله عندك جوه عشان الدبان ما يدخلكش، بس انا ما شغله لك هنا دلوقتي. يا جدعان خلونا نكمل بقى على المخدات. دلوقتي طلع لي الصندوقين اللي محتاجهم مستر اكس. خلونا نكمل بقى هنا، نطلع ان شاء الله المخدات. يا مسهل الحال يا رب. ها الله، لا ده انا حظي حلو قوي، حظي حلو. ماشي طلع لي واحده كمان كده، فاضل لنا تقريبا ثلاثة بس، ويبقى انا كده خلصت المكان. طلع لي بطه برضو من الكبيره دي، مش عارف بيحتفلوا جامد بالبطه دي ليه؟ هي كبيره قوي يعني ولا لازمتها ايه يعني؟ مش فاهم. هنذبحها ناكلها مثلا؟ ثواني كده اما نشوف شكل البطه ديت. اه ايه دي؟ اول مره اشوفها والله. ده ايه ده؟ ده ضخمه يا جدعان. تقريبا كده هتتحط قدام المحل عندي كده بالمنظر ده يا جدعان. طلع لي منها اتنين. طيب خلونا نكمل، نبقى ناخدها معانا مفيش مشكله. اهي مخده. الله فاضل كام كده؟ فاضل اتنين بس. طلعت طلعت طلعت، فاضل واحد، فاضل واحده بس يا جدعان. طب ما الموضوع سهل اهو، امال في ايه بقى؟ فاضل واحده بس، واحده واحده بالله عليك، واحده بس واحده. يلا يا عم سوارز، ده انا تعبت عشانك والله العظيم. يا ترى هتسلمني بقى المحل امتى بقى؟ نفسي اشوف المحل بتاعي ده بقى، نفسي افتحه. يلا يا باشا طلعها بقى، طلع بقى المخده الاخير. اهي طلعت خلاص يا جدعان، الحمد لله اخر واحده. حلو كده خلاص، انا ماشي من المكان ده مش راجع تاني، انا مش داخل المكان ده تاني خالص. هات لي بقى المخدات بتاعت سوارس اخيرا يا جدعان، اخيرا. طيب المفروض دلوقتي نطلع من المكان ده، يا رب بس ما يقفلوا على الحاجه. المفروض ان انا بدخل المكان ده بالليل بس. ايه ده؟ ايه ده يما؟ لا اله الا الله، انا اتخضيت والله العظيم. ايه ده؟ مين الكائن اللي كان واقف هنا ده؟ يا جدعان المكان فيه اشباح اعوذ بالله. هو سوارس المفروض ان انا هقابله بالنهار. حلو خلونا بس نجمع له المخدات دي كلها هنا كده. المفروض ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 كده، فاضل 2 بس. انا هطلع لي عفريت على هيئه بطه يا جدعان. اه والله انا حاسس ان انا شفت بطه واقفه هنا كده. طيب خلونا بس نخش نجيب بقيه الحاجه نجهزها للصبح. المفروض دلوقتي فاضل 2 بس. تمام كده خلاص يا جدعان، اخيرا خلصنا المخدات. ناخد صناديق الهدايا ديت معانا كمان، وناخد البطه الكبيره قوي دي. مش عارف دي هحطها قدام المحل ولا احطها جنب عم باكسو ولا اعمل ايه بالظبط. بسم الله، انا خايف. انا اقعد اتلفت حوالين نفسي كده، حاسس ان هيطلع لي حاجه فجاه دلوقتي. طيب كده خلاص جهزنا المخدات لعم باكسو. المفروض دلوقتي هنروح للراجل اللي مستخبي ورا ده، اللي هربان من الحكومه ده، نديله الصناديق الفاضيه ونشوف هو هيحتاج ايه تاني. مش عارف هو اصلا كان هيديها لمين اصلا يا جدعان، مش فاكر بالظبط هو محتاجها في ايه. طيب اتفضل يا باشا، جبت لك صندوقين هدايا همت، المفروض ان هم واقفين عليا ب 10 مليون دمت، خلي بالك لوحدهم يعني. وريني بقى هتديني ايه؟ اتفضل ادي واحد تاني. تمام كده خلاص بقى، اظن انت مش محتاج حاجه تانيه، ده لسه هيكلمني تاني. طيب اتفضل عم مستر اكس، قول لي محتاج ايه؟ تقريبا دلوقتي انا بقول له اجيب لك حاجه تاني، فقال لي لا خلاص كده كفايه، انا عندي ليك شغل تاني علشان تعمله. تقريبا بقى محتاج صناديق هدايا مليانين يعني، فده المتوقع طبعا. محتاج ورد احمر برضه، بيقول لي محتاج منه كتير قوي. انت في حد برضه مخصمه وهتروح تصالحه كده يعني ولا ايه بالظبط؟ هو انا مصلح اجتماعي في المدينه ولا ايه يا جدعان؟ في ايه؟ بيقول لي دلوقتي انا معايا بذرتين وكمل انت بقى الباقي من عندك. وانا مالي يا عم؟ انا ذنبي ايه؟ انا مالي؟ مش انت اللي عايز ورد؟ انت يا باشا اللي تجيب لي البذور وانا اروح ازرعها لك من عندي كده. ما تسالنيش الحاجات ديت انا محتاجها في ايه، بس خليك عارف ان انت هتاخد هديه اول ما تخلصه. كام بقى؟ 20 واحده؟ لا ده مديني شويه حلوين اهو. طيب ما فيش مشكله، انا كنت مفكر اتنين بس. طيب هو المفروض مديني كام بقى النصاب ده؟ معايا كده ادي اربعه،
2 6 8 معايا 10، حلو. المفروض ان انا هكمل كمان 10 تقريبا، ان انا بتاجر معاه يا جدعان، او الراجل ده ببدل معاه حاجات، يعني انا بعمل له حاجات وهو يديني حاجات، بس ابن الحرامه ما ادانيش حاجه لغايه دلوقتي، وخد الصناديق الفاضيه وخلاني صرفت عليهم فلوس كتير جدا، وفي الاخر ما ادانيش اي حاجه. المهم دلوقتي خلونا نزرع له شويه الورد اللي هو محتاجهم. المفروض ايه ده، وانا هزرع بطه ولا ايه؟ ثواني كده اما نجرب. خلاص بقى يعني خرب ام الواقعيه، يعني مش اكيد مش هزرع بط كمان. ايه ده، في صندوق لونه لبني هنا، حلو، ده صندوق نادر. طيب المفروض ان انا اخد الحاجات ديت نروح نوديها عند عم باكسو. المفروض ان عم باكسو دلوقتي اخيرا يا جدعان بعد تعب راح نام. خلونا برضو بالمره نشتري الكتاب لعم باكسو اللي المفروض بيسرعه، ده اخر كتاب خلاص يا جدعان في الرف ده. حلو، الكتاب ده ب 45 مليون، المفروض ان عم باكسو كده خلاص بقى سريع جدا يعني. المهم خلونا نشتريه، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده خلاص، تقريبا انا خلصت الفلوس اللي معايا، بقى معايا 26 مليون بس. يا رب بس ما حد يطلب حاجه تاني. لغايه دلوقتي يا جدعان ما استلمتش المحل بتاعي برضه، يعني المحل ده مفتوح نص كده من يوميها، لغايه دلوقتي ما فيش حد راضي يسلمني المحل ده، بيخلونا اتفرج عليه كده من بره وخلاص. طيب البطه دي ممكن نحطها هنا يا جدعان جنب الزباين. لا ثواني بقى كده، ممكن نحطها هنا. حلو، نحط الصناديق دي هنا مثلا، ماشي، نحطها هنا. حلو، بالمره نفجرها مفيش مشكله. المفروض دلوقتي ان انا اروح اجيب بقيه البذور. خلونا بس نشوف الحاجات ديت طلع فيها ايه. الله، الكرسي ده جامد قوي، ممكن نحطه مثلا هنا، وناخد الجرايد ديت نحطها مثلا هنا. تمام، وناخد الكرسي ده برضه نحطه هنا. المفروض ان دلوقتي عم باكسو هيطبخ بسرعه جدا للزباين. خلاص بقى يعني عدينا بقى المرحله دي خلاص كده. تمام، خلونا بقى نروح نجيب بقيه البذور من مستر اكس، ونروح نحطها تتزرع، ونشتري كمان 10 ونخليهم كلهم يتزرعوا مع بعض ان شاء الله. المفروض دلوقتي ان هو عين لي هديه كبيره جدا على كلامه، فخلونا نشوف ايه اللي هيديهوني بعد ما ازرع له الكلام ده. المكان ده بياخد قد ايه اصلا؟ 9. حلو، يعني محتاجين نفضي المكان التاني ده او نشتري مكان جديد. طيب كده 9 و9 18. طيب نفضي المكان ده بسرعه، نلم بس الكفته كده، زرعت الكفته ديت، ماشي. ايه ده بقى، حاجه غريبه جدا، ده ايه الصندوق ده؟ وبعدين هو ايه، ليه ما تشالش الباقي؟ طيب نرمي دولت هنا، نبقى نسلمهم لعم باكسو في اي وقت، او نحطهم له في العربيه مفيش مشكله، ماشي. طب ايه ده بقى، طب دي انا اشيلها ازاي؟ طيب وانا المره اللي فاتت زرعت صناديق تقريبا. طبعا الكلام اللي انا عمال اقوله ده لو حد سمعه هيقول عليا اهبل طبعا، يعني المفروض ان اللعبه هي اللي بتقول كده يا جدعان، عامل ايه؟ طيب المفروض ان في بذور صناديق وبذور كفته هنا، هي موجوده هنا اهي. خلونا نشوف الورد ب 500 الف. طيب احنا محتاجين كام؟ ممكن اشتري 9، 1 2 3 4 5 6 8 9 10، ماشي كده اشترينا 10. حلو، حطهم برضو يتزرعوا مفيش مشكله. يا ترى هيديني ايه في الاخر الراجل ده؟ يا ترى الفلوس اللي معايا خلصت اصلا، بقى معايا 21 مليون كده خلاص، انا خلصت الفلوس كلها على حاجات تافهه بصراحه يعني. يا رب بس في الاخر استلم المحل. المفروض ان احنا نزرع هنا عادي، ونزرع هنا، ماشي، ونزرع هنا. انا مش عارف الصندوق اللي طلع ده هنعمل بيه ايه، هنفجره برضو ولا هنعمل بيه ايه بالظبط؟ ماشي تمام تمام. المفروض ان انا هسقي لسه كل الكلام ده. لا بصراحه الموضوع ده متعب جدا، والله العظيم متعب جدا. طلبت حاجه اسهل من كده يا عم، انا لازم ازرع لك ورد وبتاع. انا مش فاهم هو ياخد الورد ده يعمل بيه ايه اصلا. لسه هنسقي ده كله، دي لسه ما اتسقتش، وديت نسقيها، ودي نسقيها، ودي كمان كده خلاص. تمام يا جدعان، كله تقريبا اتسقى، نطمن كده الدنيا ماشيه ازاي. كله تمام، 9. المفروض ان انا دلوقتي زرعت 18 واحده. حلو، خلونا نروح ننام. ايه ده، الساعه بقت 5 الصبح اصلا، اروح انام فين بقى؟ ده خلاص اليوم الجديد بدا اصلا. طيب المفروض ان سواريس هيظهر دلوقتي. ثواني كده، الساعه تقريبا 6 الصبح. حلو، فاضل قد ايه بقى؟ ما انا ممكن اروح انام دلوقتي عادي برضو مفيش مشكله، نصحى الساعه 8 ولا حاجه، انام لي بس شويه كده يا جدعان، 5 دقايق حتى يعني، ساعه كده ولا حاجه يعني ارتاح. اديني سبت عم باكسو طول اليوم نايم اهو، المفروض كنت قومته من بدري عشان يشتغل. طيب المفروض ان سواريس دلوقتي يكون وصل الحديقه، نسلمه بقى المخدات. عم سواريس يا اسطى، الراجل ده لسه ما اشتريتش منه حاجه يا جدعان، ما تيجي كده نشجعه. ايه ده ازاي ده؟ ثواني كده، ده في واحد هنا يا جدعان. الله، هو ده اخوه ده ولا ايه؟ الراجل ده جه منين؟ طيب خلونا كده نشتري منه
اي حاجه، المفروض ان الرسومات دي بعلقها في البيت. ايه ده الرسمه دي يا اسطى؟ بقول لك يا اسطى، غير الرسومات بتاعتك دي يا اسطى. هي دي جامده دي، صوره للروبوت يا جدعان، صوره سيلفي تقريبا. الله حلوه دي. طيب المفروض دلوقتي ان الصوره دي تتعلق في المحل، طبعا مش محتاجها دلوقتي. شوف الراجل ده يا جدعان رسوماته حلوه ولا لا. دي تقريبا البوتجردايه المفروض هتيجي تشتغل عندي. ده مين بقى تقريبا؟ انا ده يا جدعان تقريبا. بس الرسومات بتاعت الراجل ده شكلها حلو، راجل قديم بقى وبتاع، شكله راجل كبير. طيب سواريز دلوقتي الحمد لله وصل، خلونا بقى نسلمه المخدات اللي هو عايزها. طب يا اسطى ما توطي تاخدها يا اسطى، ما انا حاططها جنبك هنا يا اسطى، وانا لازم اشيلها لك من على الارض يعني. طيب اتفضل يا باشا، اتفضل. ادي واحد اتنين. انت مش عارف انا تعبت في المخدات دي قد ايه، صرفت عليها فلوس بالهبل. خد يا معلم، ماشي. اتفضل اتنين، طبعا هياخدهم كالعاده ويمشي. بيقول لي دلوقتي اقدر انام طول الليل، ماشي. قول يا باشا انت عايز ايه. ايه ده برضه المشط اللي في دماغه لسه موجود؟ بعدين خد المخدات دي وداها فين؟ انت حاطط المخدات فين يا اسطى؟ وراح فين تاني يا جدعان؟ طب انا مالي يا عم، ما تنام ولا تصحى ولا تغور في داهيه، انا مالي. يا عم انا مالي يا عم، سلمني المحل يا عم اللي انا صرفت عليه فلوس كتير لغايه دلوقتي ده، كل شويه تاخد فلوس وفي الاخر ما بتدينيش المحل. الورق بتاعه هيخلص امتى؟ ايه ده؟ المفروض ان احنا نقابله تاني امتى؟ احنا دلوقتي المفروض ان احنا هنقابل هابت. يا ترى هابت محتاج ايه بقى دلوقتي؟ نروح كده ناخد شويه الكفته معانا بالمره. حلو، نديهم لعم باكسو في العربيه. ماشي، الرسومات دي بعدين ابقى اخدها، محدش ياخدها من هنا، محدش يشيلها. طيب هابت هيكون فين بقى اصلا؟ هابت هقابله بالليل. طيب انا كده مضطر ان انا اقدم الوقت بسرعه. خد يا عم باكس شويه كفته من اللي قلبك يحبهم، نرميهم هنا بقى كده. كان في حد قال لي يا جدعان ان في جليتش لما بتسيب الكفته جنب العربيه هنا ما بتخلصش ابدا، هتقعد تشيل منها وتحطه بتاع، فخلونا كده نجرب، هنسيبها هنا ونشوف هتروح ولا لا. ايه ده؟ البطه دي شكلها حلو قوي. والله شكلها حلو هنا في المكان ده. بصوا يا جدعان ممكن انقلها هنا. ايوه حلو. طيب المفروض دلوقتي ان احنا عايزين نقدم الوقت بسرعه، نشتري بقى شويه كده. حلو، عشان عايزين نقابل هابت، المفروض ان هو يسلمني بقى المحل بقى. هو انا اقعد اصرف على العربيه دي لحد امتى؟ الكتب اللي انا بشتريها لك عم باكسو ما بتقراش ولا ايه؟ عم باكسو في ايه؟ ما تشد حيلك شويه، الزبانه عماله تطفش يا عم. عايزين نقابل هابت في اسرع وقت يا جدعان عشان يسلمني بقى المحل بقى. انا بصراحه فرحان ان انا هقابله. هو فين بقى؟ فينك يا هابت؟ يا عم هابت اهو جاي اهو. الله تعالى يا هابت، قول لي الاخبار، عملت ايه؟ خلصت المحل ولا لسه؟ قول يا باشا. بيقول لي دلوقتي يا جدعان تقريبا انا خلصت الشغل اللي عندي، وانتوا كلكم تعبانين، انا مالي انا يا عم؟ فين المحل؟ بيقول لي النهارده انا تعبت جدا لاني فضلت شغال طول اليوم، لو انت مش مشغول ممكن تجيب لي ازازه شاي اللي انا بديها للزباين ديت عشان انعنش كده وافرفش. طب انا يا اسطى انا شغال عندك يا اسطى ولا ايه؟ ايه يا عم انتوا ايه في ايه؟ انتوا جايين كلكم تقلبوني كده؟ صحيح يعني انا مش فاهم ليه ما بتاخدهاش من امك. طيب بيقول لي دلوقتي امي بتبيعها، بس انا مش عايز اقابلها لانها كل شويه تسالني عن الجواز والشغل والحاجات الممله ديت يعني. يا اسطى روح راضيها يا اسطى، روح راضيها مفيش مشكله يعني، انا مالي. طيب بيقول لي دلوقتي انا عارف ان انت حاسس بيا وشكرا جدا ليه، المفروض دلوقتي ان انا اروح اشتري له شاي. ايه ده؟ طب يا اسطى انت دلوقتي عشان تنعنش وتفرفش محتاج ازازه واحده، 15 ازازه ليه؟ هو انت عازم اصحابك ولا هتدي لسواريز ولا هتعمل ايه بالظبط؟ ولا هتوزعهم على المدينه ولا ايه؟ ايه يا عم الرقم ده يا عم، 15 واحده؟ طيب هي كده كده مش غاليه وبتبيعها رخيصه اصلا، المفروض ان هي دي تقريبا دي 1 2 3 4 ايوه شويه كده حلوين، المفروض ان هو محتاج دلوقتي 10، نجيب له 10 وبعد كده نشوف هو محتاج ايه تاني. اتفضل يا عم، اتفضل يا باشا. انت تعبان، انت شكل واحد تعبان يا اسطى. ده انا اللي تعبان قصادك يا اسطى. ايه ده؟ انا حاسس ان هو تخن كده يا جدعان، ملا كده، حاسس ان هو عنده عضلات في ايه. طيب من فلوسي، من فلوسي والله. اظن بقى خلاص بقى كده كفايه بقى، سلمني بقى المحل يا عم، ما تمشيش بقى يا عم، سلمني بقى المحل بقى. ايه ده؟ سواريز جاي اهو، المفروض ان سواريز دلوقتي ارتاح طبعا يعني، خد المخدات نام عليها فارتاح بقى، سلموني بقى المحل بقى. يا عم سلمني بقى المحل بقى، برضه نفس المشط يا جدعان ما تغيرش. طيب هيروح يقف فين بقى سواريز؟ تعالى يا عم سواريز، خش خش عليا. خلصت الورق ولا لسه؟ ده احنا لسه في ليله سعادتك، ده احنا لسه هنقابل كل الاشخاص دي، ولسه تقريبا هنكلم النجار ده معاه حوار. حلو، والاشخاص دي كلها هنقابلها. طبعا الاشخاص دي انا معرفش فين اصلا، شكلهم غريب جدا.
طيب المفروض دلوقتي ان احنا نكلم سواريز نشوف بقى عمل لنا ايه في المحل. الله عم سواريز عملت ايه في الورق؟ بيقول لي انا اعتقد ان انا نسيت حاجه، حاجه مهمه جدا. بيقول لي عيد ميلاد بنتي النهارده ومحتاجه ايس كريم. طبعا هو بيستعبط دلوقتي يا جدعان، طبعا يعني هو دلوقتي بيقول لي انا مشغول بقى في الورق بتاعك، فروح بقى خلص لي انت المشاوير دي وخلص لي الدنيا دي. بيقول لي ما عنديش وقت ان انا اشتري الكلام ده. طيب هو انا اللي عندي وقت يا عم، انا عايز المحل يا عم. تمام. بيقول لي ممكن تجيب لي الايس كريم ده؟ ده محتاج منها اتنين، انا عندي واحده على فكره. ايه ده ثواني كده، هي المفروض ان الايس كريم دي يا جدعان اللعبه اللي بتطلع من الاجهزه بتاعت الاركيد برضو، وانا عندي منها واحده كده، فاضل واحده نخلص بقى الفلوس اللي معانا بقى 21 مليون نخلصهم بقى خلاص كده. اعمل ايه انا بقى بعد كده؟ مش عارف. المفروض ان هو محتاج دي ايس كريم بولشي. طيب دلوقتي محتاجين ان احنا نخش المكان بتاع الاركيد ونلعب على البتاع دي ونحاول نطلعها. كويس ان هو طلب اتنين بس، ما طلبش 20 واحده. يا الله، نخلص بقى الفلوس كلها هنا بقى، خلص الفلوس كلها في المكان ده. يا ترى هتطلع يا جدعان ولا لا؟ يا ترى، يا رب يا رب تطلع من اول مره، ان شاء الله تطلع يا مسهل. ها ايه ده، تلاقي العربيه دي اخيرا. لا ثواني بقى اما اشوف العربيه دي، ثواني مش عايز بلا ايس كريم بلا بتاع دلوقتي. وليه شكلها كده؟ ايه ده، انا كنت متوقع ان هي عربيه كبيره وطلعت ميداليه. احنا نسميها ايس كريم بلوشي. ايوه هي. ايه ده، طلع لي القرش ده، هي اسمها كده ايس كريم بلوشي ببلاش يعني. عمالين يشقطون لبعض، هابت لسواريز وسواريز لهابت ولسه هي طلعت اهي، طلعت. الله راحت فين؟ ايوه الله، هي دي اللي انا عايزها. هات لي بقى العربيه الصغيره ديت، طال عم باكس هيفرح بيها قوي. طيب وناخد البطه دي كمان معانا، نطلع بقى من مكان الغم ده. يا رب بس ما يطلع لي عفريته دلوقتي تخضني في اي مكان ما هنا. انت كده خلصت الورق صح؟ خلاص بقى يا باشا، بقى خد يا باشا ادي واحده. تمام، انا عارف ان هي هتحبها. ماشي ماشي يلا. هنقابل مين تاني بقى؟ هنقابله بالنهار تاني. طيب اتوقع ان انا اروح انام. طيب المفروض ان سواريز دلوقتي ما لحقش ينام، اهو جاي هناك اهو. هيقف فين بقى؟ غريبه، اول مره اشوفه جاي من المكان ده على فكره. هما كده شخصين مش شخص واحد على فكره، في واحد حاطط المشط في دماغه وفي الراجل ده. ايه ده، لا ثواني بقى، انا كده بدات اقلق بصراحه. هو جاي لي عند البيت ليه؟ ايه ده يا جدعان، ده سواريز بيسالني عن اخبار المبنى اللي انا اشتريته منه. ايه ده، ازاي ده؟ المفروض دلوقتي يا جدعان ان انا بشتكي له من هابت ان هو ما بيخلصش الشغل بتاعه، فهو دلوقتي بيقول لي هو دايما كده بيعمل مشاكل بس بيخلص الشغل اللي هو بيستلمه على طول يعني. والله ما شفت شغل خلص ولا اي حاجه خلصت. بيقول لي دلوقتي انا كنت جاي لك عشان ابلغك ان انت هتحتاج تروح لمكتب عمده المدينه تاني. بيقول لي لو انت عندك وقت يا ريت تيجي لمكتب العمده وشكرا. بس كده خلاص. طيب المفروض دلوقتي ان انا تقريبا هروح معاه لمكتب العمده تاني. انا بدات استغرب على فكره، وفي حاجه غريبه بتحصل هنا. هو الراجل ده ما فيش مشط في دماغه يا جدعان، طب ازاي؟ طيب حاجه غريبه جدا جدا، العربيه اتسرقت من عم باكسو. كل مره اقول لك عم باكسو شوف لك حل. ايه ده يا جدعان، الخرابيش اللي كانت على الحيطه هنا اتشالت، راحت فين بقى؟ يا مسهل الحال يا رب، نخلص بقى الحوار بتاع المحل ده. تعالى عم سواريز، المفروض دلوقتي ان احنا تقريبا هنعمل حاجه. انا فاكر الوقفه ديت يا جدعان، انا وقفتها تاني. ايه ده نفس الوقفه بتاع المره اللي فاتت. طيب خلونا كده نشوف ايه القصه اللي ورا الوقفه ديت. بترحب بيا بمكتب عمده المدينه، بتقول لي اساعدك ازاي؟ سواريز دلوقتي بيقول لها انا مع الزبون بتاعي. موظفه الاستقبال بتقول لسواريز على حسب القوانين انا عايز اتاكد من صاحب المبنى مباشره، اللي هو تقريبا انا المفروض يعني. بيقول لها ماشي اتاكدي براحتك شوفي شغلك. تقريبا دلوقتي يا جدعان اخيرا هستلم المحل. بتقول لي النهارده الزبون بتاعك او صاحب عربيه الكفته اللي هو انا يعني هيكون ليا حته في الارض او في شارع الكفته، اللي هو المفروض يا جدعان المحل اللي ورايا. حلو ماشي خلاص، يعني كده خلاص الورق خلص. اخيرا يا جدعان هستلم المحل تقريبا، اخيرا والله العظيم انا فرحان. موظفه الاستقبال دلوقتي بتقول الورق والرخصه اخيرا جاهزين والزبون بتاعك هيستلم المبنى. بتقول لها شكرا لمساعدتك. بصوا دلوقتي موظفه الاستقبال بتهزر مع سواريز، وانا بقى بصراحه مش فاضي يعني. بتقول له انت مش عارف انت لغايه دلوقتي ما اتجوزتش ليه، وبتضحك في الاخر. المهم وبتقول له باخد لك شويه راحه، ابقى ارتاح شويه، انت شغل كتير عليك وبتاع ومش عارف ايه. المهم خلونا نكمل يا جدعان، المفروض دلوقتي انا عايز استلم بقى المحل بتاعي. كده خلاص استلمت المحل. سواريز دلوقتي بيقول لي اخيرا كل حاجه جاهزه دلوقتي. بيقول لي بقى دلوقتي سيب كل حاجه لهابت وهيخلص الشغل بتاعه. لسه في شغل تقريبا، لسه في حوارات يا جدعان والله. بدانا نشك في حاجه غريبه جدا، سواريز مره يجي لي بمشط في دماغه ومره يجي لي من غير مشط.
طيب المفروض دلوقتي ان انا هقابل هابت ده، المفروض ان انا هقابل سواريز تاني. ايه ده ازاي ده هقابل سواريز تاني ازاي؟ ما انا كنت لسه معاه دلوقتي. عم باكسو يا عيني العربيه مسروقه منه من ساعتها. طب اخش بقى المحل بقى، قعدوا يعشمونا على الفاضي والورق خلص وخلاص المحل هياخده وبتاعه. ايه ده في الاخر ما استلمتش اي حاجه برضه؟ لا اله الا الله. طيب فين العربيه بتاعت عم باكسو؟ عايزين بس نضرب الحرامي ده عشان عم باكسو يشتغل. الزبانه عماله تطفش منه. ايوه الحرامي جاي. اخش عليا معلم، خش عليا. المفروض ان سواريز تقريبا واقف هناك. هو واقف فين يا ترى؟ واقف فين اهو؟ تعالى يلا عم باكسو تعالى. مش عارف تديله بوكس كده تخلصه؟ لازم اعمل كل حاجه بنفسي. عم باكسو ايه ده؟ ده سواريز راح نادى الهابت عشان يخلص الشغل. طبعا هابت مزاجه حلو دلوقتي، شارب شاي وبتاع، فمزاجه دلوقتي عنب يعني. المفروض ان هم رايحين فين بقى يعني؟ مش فاهم انتوا رايحين فين يا جدعان. تخلصوا لي بقى المحل، تفتحوا المحل بقى صح. لا انا مش عايز حد يقف، عايزين نشوف شغلنا بقى. لا ده لسه في حوار هنا يا جدعان. طبعا الحلقه كده هتبقى طويله جدا، فانا هوقف حلقه النهارده على كده يا جدعان، وان شاء الله الحلقه الجايه نكمل الحوار اللي هيدور ما بين سواريز وهابت. واظن ان في حوار كبير هنا. المفروض دلوقتي يا جدعان ان انا بقابل اتنين سواريز مش واحد بس، واحد في دماغه مشت وده من غير مشت، ففي حوار هنا هيدور كبير جدا. فيا رب تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده، واشوفكم على خير في حلقه جديده باذن الله. السلام عليكم.